مش شايف مش مجمع وبعلو والصفة سمع بالعين بدأت تدمع مش طايق الحياة. مرحبا بكم في القناة، قناتكم قناة روندا ديزاد شمس الحياة. نشكركم جميعكم على دعوتكم بالخير ودعوتكم بالشفاء الأمي وعلى كلماتكم الرقية والطيبة، والحمد لله وصلت دعواتكم دعوات بالخير، ويما الحمد لله تحسنت حالتها الصحية وأيضا النفسية. ونشكركم بزاف وربي يبارك لكم في صحتكم ويبارك لكم في أهليكم وربي يبارك لكم في صحتكم، وأيضا إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم ويحفظكم ويحميكم ويسعدكم. البنات اليوم في هذا الفيديو ما جيتكمش بيدي فارغين، جيتكم بيان سي شفتوا في لو تيتغ اللي كتبتو قبل ما تدخلوا الفيديو راكم عرفتوا وصفة طبيعية. هذا الوصفة تتكون من ثلاث عناصر. بسم الله يلا بنانا نكتشفوا هذا العناصر اللي هما بيان سور هذا الخيار، هذا بيان سور احنا راح ندور قشور نتاعو، راح ندور قشور برك نتاع الخيار، يعني راح نحي البلاستيك هذا، من بعد راح ندي غير القشور الخضر هذا راكم تشوفوا ماشي لداخل اون با بيزوان. فهذا على بالكم علاش نديروه في الوصفه. هذا راح يدحي لنا كامل هذوك لي سيغن هنايا اللي تجونا هنايا، وينحي لك التعب، واكيد راح يحمي البشره ديالك وراح يعطي لها واحد يعني نظاره. هذا راح ينحي كل الاسوداد والتعب نتاع الوجه والارهاق، سورتو للمراه اللي تعمل اللي عندها الولاد. راني حطيتهم بعيد سبيد وما راهش غالي بزاف هنا في فرنسا يا البلاد. شريت يا البنات باردو هالبلاد، راني توحشت البلاد، دونك كل ما زوج نتفكر البلاد ونهضر على البلاد. دونك هذا هذه اللي راكم تشوفوا فيها دوها في الشعر، طول الشعر، ترطب الشعر توسكو فوفولي، البشره ايضا ترطبها تبيضها يعني توحد اللون كلش. فيها بزاف لي فيتامينات، هذه فيها اسرار، فيها لي سكري دو بوتي يا البنات، سكري دو بوتي كامل راه هنا، تنحي التجاعيد، بزاف صوالح بزاف صوالح راكم رايحين تكتشفوها معايا. سي بوغ سا خيرتها باش نديرها في الوصفه. بيان سور يعمل على غسل وتنقيه البشره من العمق، خاصه لما تحكي بيان 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 البشره تاعك. انت اذا تعملي عمليه الدلك او لو ماساج افو افيكتوي ان تي ماساج على الوجه ماسيف وماسي، لازم تدلكي الوجه مليح مليح، تعملي عمليه الدلك للوجه. وعلى بالكم وكاين النعناع، النعناع غسلتو حتى وزكيه جدا وفواحه ومنعشه. اون فا ميكسي لو تو في الميكسور، ومن بعد راح تعطينا عجينه او اون سبيس دو بات، وراح بيان سور العمليه راح تشوفوها بعينكم معايا وراح تعجبكم اكيد. الوصفه طريقه سهله بسيطه وسريعه، وايضا المهم في كل الامر انه تكون مجربه وتكون مضمونه 100% وناجحه، وايضا لازمكم تجربوها. دونك يلا بسم الله على بركه الله. دوكا كيما راكم تشوفوا راني خديت القلب نتاع الصبار كيما راكم تشوفوا. انا قشور اللي نحتاجوه يعني قشور تاع الخيار، بيان ايفيدامون النعناع. وها هو القماش اللي تحصلنا عليه بمكونات ثلاث عناصر اللي هو الخيار الصبار والنعناع، ونتمنى انك راه تجربيه ويعجبك ان شاء الله.